السلام عليكم. عليكم السلام. جيتي مع الوليد ولا البنت؟ جيت مع بنتي. كيفاش تعديتوا للامتحان؟ المهم عاوننا في الدار المهم التجربه الاولى راك عارف السادس والسادس هذا سميتو صعيب شويه. الحمد لله دات كلشي بخير وعلى خير. كنتمنى لهم التوفيق. واش كانت الشعور ديالها هي؟ واش حسيتي بها مخلوعه شويه؟ المهم شجعناها وما خليناش تستريس وما خليناش تخلع. المهم وجدنا الامتحان الحمد لله كلشي داز كلشي داز بخير وعلى خير. البدايه ديال الموسم يعني ديال الدراسه ديالها كيفاش كانت؟ يعني كتقرا واش كتقرا مزيان؟ مزيان كتقرا مزيان. كان عندها واحد التخوف المره الاولى وين تحيد تغلبت عليه وكلشي مزيان بخير. شنو تمني لبنتك ولوليدات كاع المسلمين؟ نتمنى لهم النجاح والتوفيق ان شاء الله كلهم. هما كيدوزوا الامتحان الداخل وحنايا حنا كندوزوا على برا الخلعه. واش غندير هادشي اللي كاين؟ يا ربي امين ان شاء الله. الله يوفقهم كاملين يا ربي. السلام عليكم. عليكم السلام. مع من جيتي هنايا باش يدوز؟ جيت مع اختي الصغيره. كيفاش تعديتوا لهذا الامتحان ولا كيفاش هي كانت كتوجد الامتحان؟ والحمد لله كانت كدوز مزيان ووجدناها دارت بريباراسيون ودارت دارت السوايع وداك الشيء الحمد لله اللهم لك الحمد. ودابا راه كندوز الامتحان الداخل. اييه وحنا كنتسناهم هنايا ان شاء الله. هذه البنيه كتقرا مزيان في المدرسه يعني الحمد لله انا اختي مشاهده. شو تمني ليها هي وجميع وليدات؟ يا ربي انا بغيت كاع الوليدات المسلمين كاملين النجاح والتوفيق باذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله خويا. نعم جيتي هنا اللي غيدوز الامتحان؟ جيت مع الولد ديالي. كيفاش كان كيوجد هذا الامتحان؟ كان شويه مستريسي وعاوناه حاولنا نوفروا ليه الشروط ديال الجو فين يحفظ فين درنا ليه الكونكورات نعاونوه هكا في الدار باش ساعدنا التلميذ ديالنا باش ينجح الولد ديالي الصغير. قبل ما يجي الامتحان كيفاش كانت النفسيه ديالو؟ وكان مستريسي شويه كانت فيه الخلعه. حاولتوا انتم تساعدوه؟ كان نحاولوا نحفزوه ونقولوا ليه بان هذا الامتحان راه ماشي شي حاجه صعيبه راه ساهل خاصك تعطي شويه الثقه ديال في النفس ديالو باش يدوز الامور كلها تدوز مزيان الحمد لله. دابا هما كيدوزوا الامتحان داخل. كيدوزوا الامتحان تنتمنوا التوفيق ان شاء الله لجميع وليدات المسلمين كافه اجمعين كل شيء ان شاء الله. الشعور ديالك انت لا كتسناي ولدك تيدوز الامتحان؟ واحد الشعور شنو نقول لك؟ طبيعه الحال راه الولد ديالك كيدوز راه كل شيء الامهات مخلوعين ماشي انا كل شيء مخلوع. والله ينجحهم جميعا. اللهم امين. الله ييسر لوليدات المسلمين كافه اجمعين. اللهم امين. انا نشتك الميكرو. السلام عليكم. عليكم السلام. مع من جيتي لهنا؟ خويا جيت مع ولدي. شحال في عمر ولدك؟ عنده 11 عام. 11 عام. كيفاش كان كيوجد لهذا الامتحان؟ هو كيراجعوا كيحفظوا كتخدم معاهم المؤسسه حتى هما هي كتدعمهم وكنتمنوا لهم الخير ان شاء الله. بالنسبه لك انت كأم كيفاش كنتي كتساعديه في هذا الامتحان ولا في يعني في الدراسه ديالو بصفه عامه؟ هو كنحاولوا ندعموه كنقولوا لي خصك تحفظ خصك تقرا خصك باش ان شاء الله تكون نتيجه ويفرح هو ويفرحنا حنا معاه ان شاء الله. في الموسم دراسي كيقرا يعني مزيان هو؟ كيقرا كيشاهد لا كيشاهد كيقرا وكيشاهد. ملي قرب الامتحان كيفاش كانت النفسيه ديالو؟ لا ضروري شويه ستريس ضروري ضروري شويه ضروري شويه ولكن في المدرسه ديالهم كيعاونوهم شويه تيدعموهم شويه. هما دابا كيدوزوا الامتحان الداخل وانتم كتنتظروا وحنا كنتسناو برا. كيفاش الشعور ديالك انت لاله كأم كتسناي ولدك؟ واخويا حنا راه من 6 ونص ديال الصباح حنايا جالسين هنايا وتنتمناو لهم كلهم التوفيق ان شاء الله كاع لجميع الوليدات. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.